مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي القناة الوطنية الأولى أنتم الآن في حضرة الثقافة برنامج جمهورية الثقافة البرنامج الثقافي الحواري الفكري الجدالي الذي يناقش كل القضايا الثقافية مهما كانت أهميتها نناقشها بعيون الكتاب والمفكرين والجامعين وصناع الرأي العام والناشطين في دوائر المجتمع المدني جمهورية الثقافة يعود هذه المرة بعد غياب تعرفون أسباب هذا الغياب هو هذه الظروف الصحيه الصعبه التي نمر بها والتي يمر بها العالم اذا نخصص هذه الحلقه تحاول هذه الحلقه ان يكون موضوعها في علاقه بالواقع سواء كان هذا الواقع محليا او كونيا عالميا سنتحدث عن موضوع الفن والمقدس والفن والمقدس في الحقيقه الموضوع انتبهنا له من خلال كتاب الدكتوره ام الزين بن الشيخه المسكيني التي كتبت كتابا مميزا كتابا اعتقد انه سيكون كتابا مرجعا ومرجعا كلاسيكيا في الحديث عن موضوع الفن والمقدس الفن والمقدس نحو انتماء جمالي الى العالم طبعا عندما نتحدث عن المقدس نتحدث عن الفن ونتحدث عن الفن في عالمنا عالمنا الثقافي العربي والاسلامي وعندما نتحدث عن المقدس طبعا بطبيعه الحال هذا المقدس غير منفصل عن هذه المرجعيه الفكريه دعونا اذا من اجل هذه هذا الموضوع وهذه الحلقه في هذا الاستوديو الفيروزي الجديد دعونا الفيلسوف ام الزين الشيخ المسكيني مرحبا بك كتابك مهم أعتقد أن موضوعه هو موضوع حارق يخصنا يخص ذاكرتنا مخيلنا اليوم علاقتنا بالثقافة علاقتنا بالدين علاقتنا بالمقدس أذكر هذا الكتاب صادر عن... مركز الدراسات الدراسات والابحاث المعروف مؤمنون بلا حدود بطبيعه الحال ام الزين بن الشيخه فيلسوفه مدرسة استاذه الفلسفه في الجامعه التونسيه لها في الحقيقه العديد من المؤلفات والمؤلفات تقريبا موضوعها يتناول الفكره الفلسفيه او علاقه الفلسفه بالفن ما يعرف بالجماليات وان كان النقاش حول الجماليات <applause> موضوع تنطرقوله اذكر فقط ببعض ال 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 الاصدارات أه لكي كتاب الفن في زمن الارهاب هذا كتاب جاء في فتره يعني مهمة جدا الفن في زمن الارهاب ولكي ايضا كانت والحداثه الدينيه كانت راهنا او الانسان في حدود مجرد العقل الفن يخرج عن طوعه من الكتب الاولى لا. في مجال الجماليات تحرير المحسوس لمسات في الجماليات المعاصره وكذلك لك عمل ثنائي مع رفيق دربك الفيلسوف فتحي المسكيني الثوره البيضاء تمارين على المواطنه هذه من الكتب الاولى لا. نتذكر خرجت في اول آه ثورة والحقيقه العديد والعديد من المؤلفات والدراسات والى جانب ذلك انت ايضا الذي آه يتحدث عن الابداع عادة ما يكون ناقدا او مفكرا او او فيلسوفا ولا ولا ينتج ابداعا وانت خرقت هذه العادة أيضا لك روائية أنت روائية لك العديد من الروايات الصادرة اه وشاعرة أيضا لك ديوان اه شعر وعندك اه هذه الايامات رواية القادمه روايه بسدد الطبع هي روايه عنونتها طوفان من الحلوى والحلوى هنا الامل الامل في مستقبل افضل هذه ايه إن هذه <applause> انا نربطها سنتحدث عن الامن وسنتحدث عن الرجاء نعم لأن الأفق الجمالي وأفق الفن هو الذي يبشر بالخلاص نعم. خلاص رمزي للإنسان الذي يعيش في هذه الفطرة فترة أولاً فترة الوباء نعم. ومعه وهذا العنف المعولم. الحقيقي نعم. المعاولم وهذا العنف الرمزي الذي يخرج برأسه علينا كل مرة وفي وفي كل حين. دعونا لنقاش هذا الموضوع الاستاذ الدكتور نادر الحمامي هو في الحقيقه صديق البرنامج صديق البرنامج ونحب نذكر انه نادر الحمامي له ايضا برنامج ثقافي عنوانه عنوانه عجيب جاء في الكتاب نعم جاء, جاء في الكتاب جاء في الكتاب وانت مختص في الحضاره في الحضاره العربيه الاسلاميه واستاذ الحضاره في الجامعه التونسيه في 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 الاذاعه تونس الثقافيه ايضا ام الزين لابد ان نذكر لها ايضا برنامج نزهه المشتاق نعم ونعرف ان نزهه المشتاق هو في الحقيقه عنوان كتاب جغرافي نعم آه وهو ترحال في عالم الفلسفه مرة في الحقيقه نحب نذكر علاش لانه شيء البهيج انه الـ الـ الاستاذ الجامعي اليوم اصبحت هناك تقاليد أن يساهم في الفضاء العمومي ويساهم مساهمة ثقافية من خلال هكذا برامج فكرية وثقافية وتنويرية وذاك علاش أنا نذكر في البرامج نتاعكم جاء في الكتاب في في إذاعة تونس, تونس الثقافية, الثقافية ونزهة المشتاق بالنسبة بالنسبة لأم الزين وفي نفس الوقت عندكم يعني تديرون السلسلة بالنسبة بالنسبة خلينا نذكر هو رئيس رئيس جمعيه الدراسات الفكريه والاجتماعيه نعم. مؤمنون لا, لا. جمعي. ايضا لا أبار وايضا مؤمنون بلا حدود اللي اصدرت هذه السلسله الرائعه من الكتب الفكريه والنقديه نعم بعد نتحدث عنها بشكل مفصل بعد ذلك واذكر ايضا الدكتوره ام الزين بالشيخه احدثت او هي تشرف على سلسله لنشر الكتاب الفلسفي ضمن الدار التونسية للكتاب وهذه السلسلة اسمها صوفيا صوفيا الحكمة الحكمة, الحكمة وهي يعني فضاء لأول مرة في دور تونسية نعم للنشر يخصص تخصص الدار التونسية للكتاب التي نحيي مديرها سيد محمد المرزوقي الذي خصص فضاء واستثمر بماله مال وطني بماله في أن ينشر الكتاب الفلسفي في تونس واضح خلينا نذكر بكل طب ومؤلفات ومنشورات دكتور نادر الهمامي الحمامي يعني الحمامي الحمامي بربي كل مره بربي كل مره صلح صلحني صلح الهمامي خاطر نغلط انا يعني عندنا صديق اخر الحمامي الهمامي الحمامي حسيدو عندك الطبري وخصومه من اهل السنه عندك كتاب في المتخيل التاريخي الاسلامي نحو الخروج من مازق التاصيل صورة مازق التاصيل صورة الصحابي في كتب الحديث ولديك أيضا إسلام الفقهاء لا. وأنت في قلب موضوعنا أنت المقدس. في قلب المقدس قبل ما نحكيه على هذا المقدس قبل ما على المقدس شنو هو المقدس ما علاقته بالفن ما علاقته بالإنتاج الرمزي في حياتنا الفكرية والاجتماعية والثقافية سنتحدث سنعلق على من تقاليد جمهورية الثقافة تعلق على صورة وهذه الصورة هي في الحقيقة مبهجة خلينا نقول مبهجة تعرفوا أنتم أنه في هذه الأيام تقريبا هذه الأيام منذ مدة منذ زمن مدة الجائحة منذ زمن الجائحة الثقافة الفعاليات الثقافية معطلة الفنانون التونسيون يدفعون للأسف ثمن هذه الوضعية يبدو لي انه ليس هناك سياسه حقيقيه على الاقل تعين الفنانين والمتدخلين في النشاط الفكري والثقافي والفني في انهم ينجموا يعيشوا. اليوم يعني عنا ناس في وضعيه اجتماعيه سيئه هذا مؤسف سي جدا يعني. مؤسف جدا وفي نفس الوقت انا من واجبي من واجبي في برنامج جمهوريه الثقافه ان ان اساند مطالب الفنانين والحكومه مدعوه من خلالها وزاره الشؤون الثقافيه ان تجد حلولا حقيقيه وان المساله تتجاوز المساله الرمزيه والمساله الثقافيه بل تمس المساله الاجتماعيه نحب نشوف انا مبتهج بظهور معلقه ايام قرطاج السينمائيه اذكر هذه المعلقه هي للدوره ال21 لايام قرطاج السينمائيه <applause> والثلاثين. ولا دوره 31 ماذا قلت ال21 نقصت لها 31 من مهرجان ايام قرطاج السينمائيه الذي سيلتئم من 18 الى 23 ديسمبر ايام قرطاج السينمائيه حدث هذا جميل يعني هذا المهرجان اللي نجم نقول يقاس تقاس به يقاس به مسيره الثقافه التونسيه لانه يعني اول تظاهره تاسست في بدايه الستينات وهو اعرق مهرجان الثقافة السينمائيه التحرريه لا ننسى هذا نعم، جدا لانه هناك خط مهم يحافظون عنه الناس اللي يعملوا في في ايام قرطاج السينمائيه وهو هذا الخط التحرري للسينما سينما العالم الثالث البعد الافريقي والبعد الافريقي والعربي واعتقد انه مهرجان نجم نقول انه مهرجان ملتزم رغم تقاليد البساط الاحمر و والفساتين الجميله للنساء الجميلات وطبعا كل كل تظاهره ثقافيه احيانا نلقى ما يحيط بها من بعض التفاصيل التي في الحقيقه لا تضر انا الحمد اعطي الكلمه نبدا بسينادر تعليقك على هذه على هذه المعلقه لا فيش آه انا انا سنة. انا اكتشفت المعلقه رايتها وفي الحقيقه هي نوع من فتح ابواب غلقت م. كما يقال غلقت دونها الابواب أيه؟ غلقت الابواب على كثير من القطاعات في بي 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 بسبب الجائحه بسبب الكورونا ولكن الثقافه والمساله الثقافيه غلقت تماما ولم يجد احد من يفتح هذه الابواب الموصده و باعتبار ان ربما ما زلنا في بنيتنا الذهنيه لا نرى أنها أمر ضروري أو حيوي أو مصيري المسألة الثقافية ربما هذه المعلقة التي تأتي لتعلن عن الدورة الحادية 31 لأيام قرطاج السينمائية ذات النفس التحرري والإفريقي وأنت و... متابع جيد لهذه التظاهر ولكن هذه الفتاة أولا التي تحمل آمال الأجيال القادمة بين حائطين موصدين يتسمان بالظلام من هنا وهناك في صحيح. هذا العالم أمام, أمام ضوء آت صغير بين هذا الظلام ولكنه بصيص أمل جميل هذه القراءة وهذا الجيل الصغير يذهب نحو هذا النور مباشرة بصورة مباشرة دون اي انزياح نحو هذا الظلام على اليمين او هذا الظلام جميل. المقابل له. نعم. على الظلام على اليسار. آه. <applause> لا. لا اريد <applause> على اليمين فقط <applause> لا لا اريد على اليمين او على اليمين وكلتا يديه يمين. هذه آه. دخلنا معنا في باب, الت... باب, الت... باب, باب والتاويل التأويل الاثر نعم على هذا ال... نعم. لانه نحن فعلا آه... ي... يكاد يكون العمل الثقافي هو هذه بؤره الضوء هذه نعم. او يعني خلينا نقول شعلة الشمعة نعم. في, في اخر نفق نخاف ان تنطفئ دكتورة. نقطة الضوء نعم فعلا يعني تشتغلين على الصورة نعم وعلى تأويل الصورة طبعا. وعلى تأويل العمل الفني يعني بالنسبة لهذه الصورة ولهذه المعلقة أولا هو خبر بهيج بالنسبة لكل الثقافة ولكل المثقفين ولن يكون إلا بمثابة كما قلت فاتحة أمل لأن المثقفين عانوا معاناة كبيرة برشا ووقع حتى معناها اضطهادهم وهم يعتصمون أمام رئاسة الحكومة على ما أظن ويقع ابتذال الثقافة في تونس بشكل ممنهج في الحقيقة وخطير جدا وينبغي أن نرفع الضيم الذي تحاط به اليوم والذي تصاب به الثقافة في تونس أولا ليس لدينا إلى حد الآن وزير شؤون ثقافية وهذا ابتذال وتدفيه لكل العقول المثقفة في تونس ونحن نسخر بالعقول المثقفة في تونس وعدم احترام حتى للعقول المثقفة في تونس كيف تكون ثمة وزارات من كل أنواع وليس لنا وزير هذا جست سيمبوليك يعني ينبغي أن نحن كلنا كمثقفين أن نندد بأن ليس لدينا ومعناها وزير ثقافه او وزير ثقافه ليهم لكن خاصه ان المثقفين ما يخدوش في حظهم بالقد لا من الميزانيه ولا من الدعم وضروا برشا في جائحه كورونا وانت كنت تتحدث عن جائحه كورونا وخطير جدا ان تحاكم مؤامره ضد الثقافه في شعب من الشعوب لان شعب بلا حياه ثقافيه هو شعب يمكن ان يباع ويشترى في اقرب سوق للعبيد صديقي طبع. بالنسبه للصوره أي. الصوره الفتاه اعجبتني انها فتاه م. اولا وان المراه ربما هي التي تذهب مباشره نحو نقطه الضوء لكن الظلام كثير من هنا وهناك فالعمل الثقافي ينتظره الكثير من العمل المضني ولا ينبغي ان نتعب ابدا تبا للمتعبين يقول احد كبار الفلاسفه انت تحبوا الفيلسوف هذا اسمه جاك رونسيير آه طبعاً بور لي جون تبا للمتعبين طبعًا. نعم شكرا على هذه القراءات اللي هي مش بعيده على موضوعنا موضوع الفن والمقدس نحب نقول انه المنطلق نتاعنا نحكيو على المقدس المقدس هذه الكلمه اصبحت خلينا نقول Vulgarisيه معناها اصبحت تتداول في الخطاب لا. الثقافي تتداول في الخطاب العليم تتداول حتى في الخطاب الاعلامي نتحدث عن المقدس ولكن لا نعرف ما هو المقدس نعم صحيح وترتكب فظاعات ومغالطات تحت راية المقدس باسم المقدس وتحت راية المقدس وضد المقدس وضد المقدس <applause> احيانا ودفاعا عن وتوظيف المقدس ولكن لا نعرف ما هو المقدس. يعني ونحن لا ننسى اننا نحن في القناه الوطنيه في هذا البرنامج الثقافي اللي العديد من المثقفين ومن المواطنين اللي مش بالضروره عندهم بعض المعطيات اليوم احنا شنوش نجم نحدوا ما هو المقدس. نبدا بيك ندري. طيب بما انه لابد من كما يقول تقريب هذه المصطلحات المعقده معقدة جداً لأنه لمن يطلع على كتاب ام زين بن شيخ الفن والمقدس وضحت هي, هي نعم في البدايات حول هذه المقاربات الفلسفيه والسوسيولوجيا الدين الى غير ذلك ولكن تبقى دائما الامر صعب دائما وان هي وضحت بالنسبه الى من يريد الاشتغال وانت صنفت هذا الكتاب ضمن ما يصبح من بين الكلاسيكيات في من يريد مقاربه مفهوم المقدس. انا قلت اكثر من ذلك يعني وهذا المهم. هذا الكتاب يمكن اعتباره امانويل سكولير مهم جدا مرجعي مرجعي بالمعنى, بالمعنى 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 البيداغوجي المدرسي البحثي والمدرسي يعني يخدم على اللي على الجماليات واللي على المقدس, المقدس وعلاقه بالخدم في المقدس في هذا أول. الكتاب المميز الفن الفن نعم. والمقدس وانتماء جمالي للعالم ولكن لمن لتبسيط المساله أي. اكثر يعني بطريقه ربما او المقدس هو بصوره عامه يعني بصوره عامه هو ما له الشيء وقد يكون اي شيء اي شيء اي شيء يمكن للانسان ان يضفي عليه طابع القداسه. اي نعم. وهذا حدده اولا دوركاي بالاساس. مم. اي شيء اذا الانسان في الحقيقه هو من يضفي القداسه على اي شيء. يعني القداسه صناعه بشريه. القداسه في البدايه صناعه, صناعة بشريه. بشريه. ثم مع التطور الزمن مع التوارث تلك الافكار تصبح تلك الافكار تقترب من مفهوم المحرم الذي ال 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 له احكامه الخاصه مم. ما لا يجوز الاقتراب منه مم. تقريبا اذا اردنا الاختصار المقدس سواء كان زمنا او مكانا او شيئا او حيوان او فكرا هو ما لا يمكن ولا يجوز باي حال اختراقه مم. ما له احكام خاصه به مم. ولذلك فعبارة مثلا في في المحيط العربي الاسلامي الذي نعيش فيه نحن ليست لنا العبارة المقدس بكثافة أو العبارة الدقيقة للمقدس في النص القرآني مثلا عنا بالواد المقدس طواء ولكن الأكثر استعمال هو عبارة الحرام الحرام المحد يعني لا مثلا نقول الأشهر الحرم الحرم مثلا البيت الحرام صحيح هذا لا يعني الحرام بالمعنى الفقهي يعني الحرام والحلال وانما يعني ما لي له احكام خاصه ولا يجوز اختراقه مم. او تدنيسه او الاقتراب منه واضح ف أو, او او الشهر الحرام اي الشهر مم. المقدس لا اي الذي الذي لا يحارب فيه لا يصطاد فيه آه لا يقاتل في شهر رمضان مثلاً شهر رجب مثلا رجب. الى غير الاشهر الثلاثه الحروب، الازمنه المقدسه ايضا ففي اذهاننا ان المقدس آه آه هو ضيق جدا في التداول يعني احيانا يربط بافكار او بفكرتين او ثلاثه افكار في في ولكن اذا عدنا الى الامر باكثر دقه نجد ان عباره المحرم والحرام اي المقدس هي اكثر اتساع من مما نتصور جميل. ثم ما هو مقدس عند فئه معينه او جهه اخرى ولو كانوا في الاطار الديني واحد هو متغير على عكس ما يوحي به المقدس من ثبات فهنالك مثلا شخصيات في المحيط الاسلامي مثلا مثل الاولياء مثلا لو نجد في بلدان افريقيا جنوب الصحراء لا يمكن باي باي شكل من الاشكال ان نقارب الاولياء بما يشترك حرمتهم او قدسيتهم. هذاك علاش احنا وربما توضح الدكتور ام الزين انه الصناعه انه 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 المقدس ايضا يصنع ويصنع بشريا نحب نحب نسال نسال في الحقيقه نتفاعل مع ام الزين فيما يتعلق بالمقدس وانا عجبتني المقاربه ومقدمه الكتاب في الحقيقه مميزه وتناقشها من زاويه من زاويه الحداثه زاوية فكرة الحداثة بمعنى مثلا تقول أنه مثلا ماكس فيبير مثلا الفيلسوف يعني عالم الاجتماع آه ماكس فيبير آه يقول أنه الحداثة هي في الحقيقة هي نزع للقداسة عن العالم ويبدو يبدو حسب ما, ما, يفهم أنه قد تسرع ماكس فيبير ها آه تسرع هذه اطروحه وهذه الكتاب هذه نعم أي فقط آه قبل اي نحب نعم 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 نقول لك انت انت تقول في الحقيقه لا تستقيم كثيرا هذه أو لا تصمت كثيرا أطروحة ماكس فيبر نعم. عالم الاجتماع فيما يتعلق بأن الحداثة التي نتحدث عنها اليوم والتي نتحدث على ما بعدها اليوم نتحدث نعم. على ما بعد الحداثة نعم. في الحقيقة جاءت سلسلة من الآراء سلسلة من الآراء الفلسفية التي تقول لا نعم. بل فيبر عودة نعم. حقيقية للمقدس, للمقدس سواء كان هذا عودة المقدس عنيفه احيانا النظامت. للمقدس اذا نعم شكرا سي عبد الحليم يعني على هذا الاهتمام بالكتاب لانه فعلا هذا الكتاب يؤرخ لي 100 سنه من المقدس إيه نعم. كتابي يؤرخ لي قرن. من من 1912 كتاب دوركيم فعلا. المعروف حول الاسس الاوليه للحياه الدينيه مه. الى روجيس دوبراي حول الـ 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 فكرة, المقدس فكره المقدس يسميها مقدس. هو لا جونيس شباب المقدس شباب المقدس هو عنوان مم. كتابه اذا ان 2012 2012 أيه. من 1912 ل 2012 ثم 100 سنه من الاشتغال العالمي على فكره المقدس وثمة تجديدات حاسمه معناها وقع تجديد ضمن هذه الفكره مم. واذا اردنا ان نعيد ترتيبه مفهوم المقدس وسلوكنا الثقافي إزاء المقدس الذي يخصنا في الثقافة العربية الإسلامية نحن مطالبين ب التعرف على هذه التجديدات الفكرية والروحية الحاسمة التي لا تتوجه إلى الغرب فقط نحن أحيانا نقول غرب شرق ونطيح في المواجهة التي ليست ناجعة مم. فبعد نحكي عليها بل أن الإنسانية انتبهت إلى أن هذه الفكرة هامة جدا وإلى أن عودة المقدس اليوم مرة أخرى على السطح في إطار عودة الديني أو عودة الإرهاب المعولم أو عودة الإرهاب الإسلاموي المتطرف <applause> كل هذه الاشكال من المقدس العنيف كل هذه الاشكال تستوجب ان نعيد التفكير في فكره المقدس يعني كيف يجري التقديس ما هو مفهوم المقدس هل ما زلنا نحتاج الى مقدسات ونحن ننتمي الى حداثه علمانيه فصلت بين الدين والدوله كل هذه اسئله معناها هامه جدا في اطار تجديد الحياة الروحية للشعوب أنت حينما تقول ما هو المقدس أنا أقول لك مفهوم المقدس يمسح كل مساحة الحياة الروحية لشعب من الشعوب لنا حياة سياسية وحياة اقتصادية لكن أنا حياة روحية خلينا نوضح حاجة نعم نوضح حاجة وتو ربما تزيد توضحها نحب نوضحها للسادة المتفرجين نحن رانا نحكيه على المقدس مش نحكيه على المقدس بصفة عدوانية لا سأوضح أو بيجوراتيف لا, لا نقولها نعم. أنا نعم خاطر أنا عندي مسؤولية أيضا صحيح عندي المسؤولية الفكرية والمسؤولية الثقافية نحن المقدس نتناوله احنا اليوم للمقدس واش نقول لك علاش نتناولوا احنا اليوم موضوع المقدس لأنه عدة أشياء قاعدة ترتكب باسم المقدس نعم وهو باش نزيد نأكد لك أكثر من ذلك أنه اليوم في الفضاء العمومي نعم وقت اللي صارت مشكلة الصور الماسه المسيئه الرسول محمد محمد نعم عليه افضل الصلاه والسلام نعم. لم ي... لم ما ثماش ما صار صار ما صار نعم ولكن ما ثماش نقاش حقيقي صحيح, صحيح. في الفضاء العمومي نعم. لو ديبا على مساله على هذه المساله وهذه المساله كل مره قاعده تتكرر صحيح كل مره قاعده تتكرر لا الغرب يناقش في الموضوع نعم. بشكل جدي حقيقي الا في دوائر ضيقه في الدوائر الفكريه نعم والحل واللغة. سي عبد الحليم الحل هو ولا في ولا, ولا احنا ولا انا نعم. نهار حليت تلفزيون من التلفزيونات العربيه ولا وجدت نقاش ولا عملت ولا شفت حاجه على نقاش على هذا الموضوع في ناس صحيح. حكماء مش يوضحوا سامحني على صحيح. هذا التوضيح لا 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 نحن طبع. نحن نتفاعل لكن أي. فعلا هو هذا الموضوع ما كان يمكن في الكتاب ثمة فصول على الحكايه اي طبعا ما طبعا ما كان يمكن ان نفكر بالمقدس الا انطلاقا من الوقائع التي جرت فيها عمليات عنيفه تحت بالضبط. راية المقدس معه أو ضده وقضية المس والإساءة الصور المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم دونك هذه القضية هذه هي اللي خلتنا احنا نقولوا يعني شنو هو المقدس وكيف يمكن ربما أن نحمي مقدساتنا نعم نحن لدينا مقدسات وهذا جميل جدا أن يكون للشعوب مقدساتها كل الشعوب جزء من ثقافتها المقا... ولا وانه فكره المقدس راهي عمرها نصف مليون سنه صح امس لليوم منذ العصر الحجري القديم وحتى لا قبل ظهور الديانات التوحيديه نعم قبل ظهور الديانات التوحيديه تقولينها في هذا نعم هذا الكلام دونك ثم تأريخ والتأريخ هو ينسب ويجعلك توسع من دائره الفكر تفهم الحكايه كي تحطها في سياق التاريخي أنت تفهم بماذا يتعلق الأمر أنت حتى حينما يتعلق الأمر بمس من المقدسات لا ينبغي عليك أن ترد أو أن تحمي مقدساتك بأشكال عنيفة يمكن أن تحمي مقدساتك بالإبداع تقول نحن أمة مبدعة يمكننا أن نكون مش أنداد لكم الغرب أنكم تمسونا في النبي بتاعنا لا أن نحن نجم نكون خير منكم نحن مبدعين نحن ثقافة سلمية والسلم، ثقافة السلم وثقافة التسامح هي ثقافة أعلى بكثير وأرفع وأنبل، هي ثقافة نبيلة بالنسبة لي لكل أشكال الاستفزاز التي تقع في على مقدسات الشعوب يعني. منح. أنا باش نرجع لك باش نعطي الكلمة الندرو باش نرجع لك باش نحدو لأنك أنت عملت تحديد مهم جدا أعتقد لازم يتقال في فكرة المقدس الديني، نعم والمقدس غير الديني والمقدس له أيه آه آه لا هو يتعلق في التفاعل هذا أيه في حديث ثومزي أولا علينا الوعي وأيضا تعقيبك المهم، أيه أولا نحن في سياق آه المقدس، أيه حين نقول المقدس في أذهاننا دائما في التصور العام أنه مقدس إسلامي، في حين أن الأمر لا يتعلق بالمقدس الإسلامي فقط أي نعم نحن نتحدث عن المقدس في المطلق أولا صحيح لنا مشاكلنا أيضا مم. مم. وهمومنا ومشاغلنا التي تهمنا لكن هنالك فروق مثلا الغرب أو الحضارة الغربية بصورة عامة تقريبا مم. كل عقدين وعقدين ونصف تراجع بشكل جذري بشكل جذري تقريباً كل مفاهيمها وتصوراتها تقف على مراجعة وتجدد وكذا لذلك ومن ضمنها فكرة المقدس م التي هي ليست فكرة ثابتة لأنها متحولة, متحولة تاريخياً إشكالنا نحن و... وأنا من, من النحن م م أن مقدسنا ثابت في أذهاننا في حين انه ليس كذلك. بسبب بسيط وضح لي المقدسنا ثابت. يعني فكرتنا عن المقدس لم تتطور، لم تتغير وبقيت ذهنيا في في التصور الذهني انها خطاب واقعي يعني متجسد امامنا لم يتغير وثابت وغير قابل لأن يكون فكرة بدورها متطورة مع تطور الفكر البشري إنطلقنا من فكرة أن الإنسان يصنع المقدسات المسألة الثانية المهمة في سياقاتنا العربية والإسلامية هنالك تمييز وهذا طرح أطرحه اليوم وأحاول أن أفكر فيه هو أننا لا نميز بين نوعين من الخطاب خطاب الواقع وخطاب الحقيقة نحن نطابق بين الواقع والحقيقه، يمكن ان تكون لنا مقدسات ويجب ان تكون لنا مقدسات، ولا يمكن لاي حضاره او شعب او فكر ان لا تكون له مقدسات. ولكن في المستوى العملي هل هذه المقدسات هي باعتبارها افكار مطابقه لوقائع التاريخ كما يجري؟ أم أنها أفكار تعبر عن فكرة الحقيقة المتعالية عن الواقع م. تماما، ولا تطالها إذا كانت الفكرة تعبر عن الحقيقة لا يطالها الدنس. م. وهذه هي ال 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 في تقديري يجب التفكير في في التمييز بين هذين النوعين. إذا اعتقدت أن مقدسي هو حقيقة. يعني مجردة. هي فكره نبيله ايضا ولها اغراض نبيله لان لها اهداف ساميه روحيه قد تساعد على هذا النوع من التعايش الى غير ذلك وهي رفيعه ولها اشكال رمزيه ايضا اي انها غير قابله لان تمس تدنس تقارب يعتدى عليها كما يعتدى على اي شيء واقعي اي على اي شيء مادي في تقديري فإن ما يسمى التعدي على المقدسات هو أمر طبعا من ناحية المبدأ مرفوض هذا أولا ولكن أن نستفز أن نستفز إلى درجة أن تقع آه لنقل تعدي على مقدسات اسلاميه في الدنمارك مم. فيقتل 81 شخص في كنيسه فينجامينا هذا الامر يجب ان يقول لنا قف هنالك اشكال هناك مشكل هناك نعم. هناك مشكله صحيح, صحيح. آه خليني نذكر سؤالي للدكتوره آه ام الزين فيما يتعلق ب وهذا مربط فرس اعتقد وضحته انت من البدايه في الكتاب هو ضروره وهذا يبدو انه مش واصل ضروره التفريق بين المقدس الديني وهو مقدس تقليدي متعارف عليه كان الدين هو في حد ذاته كله قداسه وهناك ايضا القداسه التي يبتكرها الانسان واكاد اقول انها قداسه انها قداسه مصنوعه وبالتالي فهي قداسه دنيويه واحيانا هذه القداسه الدنيويه ربما اخطر من <applause> القداسه من القداسه الدينيه وهذاك علاش فكره الثابت والمتحول نحطوا الباراديجم هذية في اذهاننا مش نفهموا الاشياء لانه العديد من الخطابات قاعده تروج للاسف الشديد نعم. بها فضعت حبك تفسر لي هذا الفرق بيننا قبل أن أفسر الفرق أنا في الحقيقة أريد أن أتفاعل مع صديق نادر لأني أنا مانيش موافقة على التشخيص نتاعه لمسألة الاعتداء على المقدسات يعني ليس صحيحا أن المقدسات في ثقافتنا أو أن مخيالنا الذي لدينا عن المقدسات لم يتطور ولا لم ينمو أو لم يتغير ربما بهذه الطريقة هو يعلم جيدا أن من جهة التجديدات الفكريه والثقافيه وحتى العلميه وهو من احد الناس الذين هم بصدد الاشتغال على تلك التجديدات قد وقعت ورشات في اطار الفكر العربي المعاصر اشتغلت على تجديد فكره المقدس وعلى اعاده ترتيب الحياه الروحيه وعلى حتى اعاده تاويل المصحف وكل التجديدات التي حصلت في مجال قراءه القران وتاويل الانتماء الاسلامي والثقافي الاسلامي بشكل ما ولنا في ذلك الكثير من الكتب لكن هل وصلت يعني من جهه على خاطر مال روزمو مازال عندنا النخبه بعيدة شوية على الواقع كيفما يقع هو هو ميز بين الحقيقة وبخطاب الحقيقة وخطاب الواقع يعني الحقيقة لا تصل إلا بشكل بطيء جدا إلى الناس يعني هؤلاء الذين نتحدث عنهم ويتصرفون بشكل عنيف هم الإرهابيون هم الذين ينتمون إلى لوبيات وأجندات إسلاموية راديكالية هم الإسلام الراديكالي كل الناس يعمل يعرف هذا الأمر ويستثمرون فيهم لوبيات عالمية مش بالضرورة اسلاموية فقط بل ايضا عالمية وناس عندها مصلحة في انه في, في نعم لا فما حتى تشويه رهيب جدا لهذه الثقافة الاسلامية بشكل عام، كل هذا حتى نادر موافق عليه وعرف هذا الامر جيدا، لكن كيف يمكن ان نعالج هذا الجانب المظلم من ثقافتنا؟ هابرماس كان يتحدث فيقول ينبغي علينا ان نعالج وان نشتغل على الماضي المظلم لالمانيا، وهو يقصد النازيه، نحن ايضا مطالبون الا ننفك عن الاشتغال، عن الجانب المظلم من ماضينا. لنا الجوانب المظلمه كثيره، وثم ناس قاعده تشتغل منهم نادر الحمامي، ومنهم الكثيرون حتى لا انسى ناجي الوريمي، والكثيرون، ألف يوسف، وكل المثقفات والمثقفين التوانسه والاكاديميين، ويقومون بجهد، لكن كيف ستصل هذه الكميه من المعرفه الى الناس؟ يعني المشكله هي في الهوه، فما ابيم، هاويه، حفره. حفره ما بين الجامعه وما تنتجه من معارف وما بين المجتمع وكيف يظل يقبع على حاله في نوع من الركود التاريخي المحزن والكئيب، نحن لنا يعني وظيفه المثقف هي وظيفه هامه جدا علينا ان ننخرط اكثر في هذا المجتمع وان نصحح المسارات. وأن نقف وننظر مباشرة إلى هذا الجانب المظلم وأن نصححه هذا هام جدا ينبغي أن نتحلى بالشجاعة يلزم يلزمنا برشا شجاعه فكريه بالنسبه للتمييز بين المقدس ربما تتفاعل <applause> ما لا لا التمي... لا نقمع احد هنا <applause> في جمهوريه الثقافه نحن ننشر الثقافه الحره <applause> وحريه الراي والتعبير <applause> جزء <جس> التمييز <applause> <applause> الهام جدا في التعريف م. بالمقدس وهذا يناسب الكثير وايضا فيه اشتغال على فكره المقدس لانك أن... انت تشتغل عليها من جوانب عده من جوانب حضاريه فلسفيه انثروبولوجيه اجتماعيه مسرحيه من كل كل الجوانب يمكن ان تصاحب هذه الفكره وانا اشتغل في ما يسمى بالباراديغم المتعدد الاختصاصات انا لست اشتغل على الفلسفه فقط والفلسفه لا معنى لها تبقى فارغه من دون ان تبحث لها عن طعام طعام معناها تقول فاخر في اختصاصات اخرى كما اختصاص تاريخ الاديان الفلسفه تمشي لتاريخ الاديان وتتكلم عن يعني المقدس مقوله في تاريخ الاديان ثم ثلاثه انواع من المقدس فمن المقدس الديني اللي هو فيه مقدس الديانات الوثنيه الوثنيه ومن مقدس ديانات التوحيد ومن عندك المقدس غير الديني والمقدس غير الديني هو المقدس المعاصر المقدس مثلا ابنائنا اليوم لا ينفكون ينجذبون الى هذه الالعاب الفيديو م. مقدس الثورات الثوره الرقميه مقدس. هو شكل من المقدس نعم هي هو منجذب لها هو يكاد يعبد الكمبيوتر مم. ثم تا الكمبيوتر يصبح كما يقول فتحي المسكين يقول, يقول يقول لي ابني هو في معبده في معبده قاعد قدام الكمبيوتر للغدينة ثم للغدينة فهذا ايضا شكل مم. ينبغي ان ننتبه الى انه ثم اشكال جديده من المقدس وان اطفال المستقبل ربما سيضحكون كثيرا من مقدساتنا الحاليه لا نعرف ما الذي سيحدث ثم مقدس ثالث انا رهنت عليه هو المقدس الجمالي سنعود فلا له المقدس الجمالي الجمال. اللي هو باش نعملوه في الجزء معناها الثاني ربما تبقي من الارتيكولاسيون من, من التمفصل نتاع نتاع الحصه لكن انا عندي دائما تساؤل وهذا التساؤل محيرني ماذا بيا تجاوبني عليه انت وتجاوبني عليه هو انه مثلا توا انت تضبط الناس الفكر المعاصر فكر الحداثه من ماكس فيبر الذي قال أنه الحداثة هي نزع نزع معناها معناها نزع نزع القداسة عن العالم وبعد نلقاو سلسلة من سنة كيف تضبطها أنت من 1912 إلى حتى 74 كلها سبعين. على المقدس سبعينات. عوت المقدس خلينا نذكر على الاقل على الاقل مثلا ايه. الاشكال الأولية للحياه الدينيه هذا ايه. موجود في كتابك ريدولف ايه. ايه. اوتو ايه. لو ساكري ايه. المقدس في المقدس ايه. في او المقدس في المقدس ميشيل ليغيس المقدس في الحياه اليوميه ميرسيا الياد المقدس والدنيوي نعم ايه. شكون مترجم العادي المقدس مدنس نعم. لا هو الافضل العادي لانه المقدس له أحكامه هو العادي بطبيعه الحال روني جيرار اعاد اعاد العنف المقدس العنف اهم في فهمان المقدس نعم. وعندنا بطبيعه الحال ريكور في لو ساكري والاعلان اي, أي. وما تنساوش بطبيعه الحال في الاخر آه كل روجيس دوبري. بري نحب نزيد نضيف قبل روجيس دوبري. نحب نضيف اندري مالرو يهمنا على خاطر اندري مالرو يهمنا على خاطر يهمنا في الجانب السياسي صحيح عندري يتنبأ يقول القرن الحادي والعشرين هو قرن عودت عودت آه. المقدس عودة عودة الديني وعودة المقدس وعودة حتى شكون يؤول حتى يقول عودة التصوف ثم في جدل في هذا أنت بلاسي فقط باش نجي باش نسأل ونعطيكم الكلمة آه. ودو بالعكس أنا سعيد جدا على في هذا الجدل كي نلقى أنا أنه هذا القرن كامل كامل لتذكروا جيدا وبتفصيل ام الزين في كتابها الفن والمقدس نجد بالمقابل اجتهادات ما نقولوش طوال هذا القرن ولكن نقول على الاقل من الخمسينات على الاقل من نهايه ما يسمى بالنهضه الفكريه الثانيه في مصر مثلا لا. في الاربعينات مع الفلاسفه مع عبد الرحمن البدوي ومع ذلك الجيل الكبير لم يفكر في فكرة المقدس إلا مؤخرا ونذكر هنا كتاب الذي اشتغل عليه الفلسطيني يوسف شلحت تذكرينه اللي هو يعتبر ربما بنى المقدس عند, عند العرب المقدس عند العرب وهو قديم وهو بعد. قديم ولكن ولكن نحب نقول انه هناك فجوه واعيد استعمل نفس العباره هناك هو ابيم, أبيم. هناك الخوف. هو سحيقه صحيح لي الاشتغال عن هذا الموضوع مش الاشتغال عليه هذه مشكلتي انا مش الاشتغال عليه في الجامعه نعم مش اشتغل عليه في حلقات الاديان المقارنه كيف يصل هذه المشكله انت تسأل. الان بصدد ايصال هذه الفكره بهذا البرنامج ولا فعلا ربما نعم. ربما يعني هنا قنطره ثم ايضا شيء في المجتمع أنا مثلا اتذكر مثلا مشيت للقاهره مره مشيت للاوزبكيه وسمعت ثم كتاب اسمه اسمه معراج نانا هذا الكتاب مشيت الاوزبكيه قال لي تو نجيبه لك وبعدين عاودت رجعت له قال لي لا راه ما فهمت تم مشكل مع نظم هذا هذا الكتاب فيه كل اصور المنمنمات التي انتجتها الثقافه العربيه الاسلاميه في تصوير اصور النبي محمد يقول القائل موضوعين هذا كتاب فن نعم وصوره مسلمون وربما هم منمنمات قد تكون مقدسه ايضا في بعض العقائد لماذا آه يمنع هذا الكتاب والحال هو ان هذا الكتاب كان يمكن ان تنجز حوله دراسات ونقاش ورشه حقيقي فيما يتعلق بالمقدس شنو هي المشكله جاوبني انت وجاوبني شنو هي المشكله بالضبط انت في تعليقك هذايا الاثنين جاوبت على نقاط النقطة الأولى تتعلق بما ذكرته أم الزين حول أنها لا توافق على مسألة الثبات هذا نعم. حول نظرة المقدس ثم تفاصيل قاعدة تنمو لا نراها صديقي ميكروفيزيك يعني تاريخ نعم. قاعد ينمو نعم في النظريات هذه من 1912 اللي بحثتها دوركيب من من دوركيم حتى لدوبري حتى لدوبري نعم. 2012 أي. و.. وانت ذكرت مثالا واحدا يوسف شلحد يعود الكتاب الى سبعينيات اي اليتيم معناها و... وهو يعني آ... جيد في وقته جيد, جيد في, في وقته, وقته يعني وبقي مرجعيا مم. الاشكال في الاسماء التي ذكرتها ام زين وانا لست منها في الحقيقه فانا اصغر من ذلك بكثير مم. لا 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 لا, لا لا هو تشتغل... لا انا اشتغل لكن ليش لكن بال... لا لا مش عمليه تقزيم لانه هنالك مشاريع بدات منذ, منذ نعم صحيح منذ الستينيات والسبعينيات صحيح و... واشتغلت على ذلك ولكن اقول ان مم. هذه المشاريع وانا اشتغل عليها الان بصدد مراجعتها بنوع من الجراه اي نعم فيما يتعلق بمفهوم المقدس، المقدس بقي عندها ثابت، مم. لماذا؟ مم. لانها حين تحاول بين قوسين هذا التجديد داخل الاطار الفكري الى غير ذلك تكون دائما امام صد جدار جدار هو ما لا يجوز الاقتراب منه او مراجعته. بالله وهذا موجود وحتى حتى اعتى عند اعتى الحداثيين اليوم. بالله يعيشك سامحني. بالله سنقوله. خليني نقول انا انا عندي عندي تساؤل من الواجب ان نقولوه احنا اليوم خاطر يخص تونس. ساسمي باي. الاسماء باش نقول لك باش اعمق من من تسميه أحداث صارت اسم المقدس لا موضوع كمل لا مش كمل. أحداث كملي كملي. في هذه المشروع ما خليني نتكلم نعم مات مات في هذا في هذا <تصفح> ال... <في هذل تصفح> المشروع الكبير ربما ولو ناخذ مثال تونسي دائما هنالك أشياء بقيت في دائرة كما يقول محمد أركون سي. لا مفكر فيه لا مفكر فيه صحيح صحيح ونضع ون... مثلا أقدس المقدسات بالنسبة إلى المسلمين أي النص القرآني ليس هنالك اليوم اي مشروع منذ 50 60 سنه لدراسته دراسه تاريخيه حقيقيه ويبقى هنالك نوع من الاحراج فنميز مثلا بين الرساله والتاريخ كما عند استاذي الذي اتشرف بان يكون استاذي عبد المجيد شرفي او مثلا عند عبد الجواد ياسين في مصر في التمييز بين الديني بين الدين والتدين مثلا الاسلام المعياري والاسلام التاريخي وحين نسال ما هو هذه الرساله؟ ما هو هذا؟ هو المفارق للتاريخ هنالك اشياء دائما عندنا حتى عند اكثر المدافعين عن قيم الحداثه والتقدميه هي غير قابلة للدراسة العلمية والتاريخية ولم تتم الجرأة على ذلك. ينبغي أن نتشجع. هذا هذا الأمر نعم. هذا ما جعل ثمانية كتب هذوما أي. تمثل في الغرب مراجعات لكل المقدسات. نعم. بما فيها لا يستثنى أي شيء من الدرس. نحن في المجالات العربية والإسلامية هنالك على الأقل استثناء أو اثنين عند كل حتى لا أقول المحافظين حتى عند الحدثيين إذا لم نجرؤ على ذلك إذا لم نجرؤ على هذه الدراسة على التي يعني والدراسة العلمية والدراسة العلمية والأكاديمية واختراقها ليست تعديا على المقدس هي بحث في المقدس هي تفاعل مع ذلك المقدس بل هي إنماء له إنماء وإغناء وإثراء له, له وإثراء له, وإثراء له آه ومزيد انا باش نسال سؤال ونرجع لك باش تتفاعل آه الحقيقه كلامكم خلاني نفكر فيه احنا اليوم عندنا دستور هذا الدستور الجديد الذي بوصفه دستورا مقدسا بين معقفين هناك من يقدسه هناك من يقول من لا يقدسه في الحقيقه هذا الدستور وهناك من لا يعترف به <applause> فيه مثلا مسألة المقدس نعم، الفصل السادس الفصل السادس يعني هذايا الدستور الذي يذكر فكرة احترام المقدس احترام المقدسات أو احترام م. المقدسات دون أن نعرف على الأقل نحن كمواطنين لا أقول المرة هذه بيان المعاقفين نحن مواطنون حقيقة اليوم وأنت you know؟ ثم نعرف ما هي هذه المقدسات فمش المقدس أنا نعتقد من أخطر المسائل التي من خلالها تتقدم ثقافة ما أو تتأخر ثقافة ما أكيد صحيح وأنا مرة أنه ما ثماش الذي ألاحظه دكتورة الذي ألاحظه بشكل يعني أه معناها مؤلم هو تحاشي الحديث عن هكذا مواضيع في هذا الفضاء العمومي. نعم. صحيح صحيح يعني صحيح. صحيح خلي تفضل يعني هذا هذا في الحقيقه معناها يعني ثم هناك نوع من النفاق نوع من النفاق نوع من, من قله الشجاعه ثم النفاق المؤسساتي ايضا ثم النفاق المؤسساتي يعني, يعني انا في الجامعه نعم. في الجامعه التونسيه اشتغل على موضوع الحرق انا اود حريه البحث أه اي وبسم حريه ان الجامعه لها حرم واستقلاليه نعم المعرفه نعم ولكن لا افعل شيئا لإيصال هذه الاشكاليات وهذه المواضيع في الفضاء العمومي ينبغي ان تكون لدينا صديقي على حاجه ناقصه مانيش قاعدين نتكلم آه لا لا حلو لا عندنا اولا الالتزام الثقافي يعني حتى لا نجرم المثقفين أيه. اكثر لا مش الالتزام نجرم. الالتزام الثقافي للاكاديميين م. وللباحثين راه يعني غير كافي م. موجود يعني عند بعض الباحثين وعند بعض المثقفين ثمه التزام وثمه معناها جراه نحو اختراق هذه الهوة أو هذه الحفرة بين الجامعة والمجتمع لكن عند الكثيرين من المنتجين للمعرفة في فضاء الجامعة التونسية خاصة في مجال الإنسانية. خاطر نتكلموا لهنا في مجال الإنسانيات يعني تنقصهم هنا هذا الالتزام خلينا نتكلم حتى بطريقة جرامشي شوي لكن من ناحية أخرى يعني المجتمعات متاعنا صديقي تنمو بشكل بطيء جدا فيما يخص الحياه الروحيه الخاصه بها هذا لا يعني انها هي معطله او هي بطيئه بطبعها لا سطوه الاسلام السياسي وغزو الاسلام السياسي للمناطق الثقافيه لمواقع الثقافه لمواقع تعليم الناس حياتهم الروحيه يعني ان ياتي الدعاه والفقهاء ويضعوا ايديهم ويحتكرون ميدان الحياه الروحية. الروحيه ويضعون انفسهم اوصياء على منطقه المقدس وعلى حمايته وعلى رعايته، هذا امر خطير جدا يعني المقدسات ليس فكره, فكرة ليست... على المقدس نعم فكرة... هي في... هي مهم. ينبغي ان نحرر المقدس من سطوه الدعاه والفقهاء والمشتغلين على مجال الدين فقط. المقدس الخاص بثقافتنا العربيه الاسلاميه هو خاص بنا جميعا كافراد كمواطنين كبشر نحت نحتاج ولنا رغبه حقيقيه هذه اكلام يقولوا مرسيا الياد ثم رغبه في المقدس م. ثم رغبه ميتافيزيقيه موجوده عند جميع الناس كافراد هي رغبة روحي روحية أي. موجودة أي. هي رغبة حيوية أي. إن استطعنا أن نقول هذا الكلام. كأنها غريزية. فلا ينبغي كأنها غريزية. غريزية نعم. نرغب في أن نعرف كيف خلق العالم. م. نرغب في أن نشعر أن العالم يضمنه خالق عظيم وكذا وكذا. هذه رغبة جميلة جدا. وفكرة المقدس هي فكرة جميلة ينبغي أن نحررها أولا من وصاية الإسلام الراديكالي. ثانيا من المؤسسات الدينية التي نصبت نفسها تحت راية سطوة الإسلام السياسي على مقاليد الحكم. نصبت نفسها وصي على عقائدنا وعلى ضمائرنا وعلى بحوثنا حتى ينبغي أن ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. من نخليهمش يحتكروا ميادين الحياة الروحية. نحن ننتمي إلى حياتنا الروحية هذه. وهي متاعنا. ولا أحد يتدخل بيننا وبين طرق بين هذه الرغبة التي في أنفسنا جميعاً في أن يكون ثمة هذا العالم الجميل بكل ما فيه. مع موافقتي. هذا العالم الجميل الزين مع صح. موافقتي تماماً على ما قالته الآن أريد أن أضيف شيئاً وأرتكز أي. على ما ذكرته من أمر الدستور في الفصل السادس. مم. يهمك الموضوع؟ يهمني. أنا أعرفك. أولاً اشتغلت <applause> عليه. لا اشتغلت عليه. اشتغلت عليه علي فعلاً لمدة سنتين. أولاً. بالنسبه وانت تحدثت عن المواطنين المواطنين العاديين خليني نتحدث بالطريقه مم. هذه كي تسالوا ما معنى المقدس في الشارع بالنسبه اليه هو المقدسات الاسلاميه فقط صح؟ هذا اول شيء فأنت تتعدى على مقدسات يهمنيش. اخرى بالنسبه اليه وهذا الامر يلزم عمل بيداغوجي نعم. كبير, كبير جدا, جدا. تربوي. كبير جدا اعلامي اعلامي يعني في سياق بيداغوجي وتربوي ثانيا المساله اللي مرتبطه الاعلام مم. انا لن اذكر ولكن ساذكر المثال في حصه اذاعيه منذ سنوات مم. تم استدعاء شخص تحول من الاسلام الى المسيحيه مم. مبدئيا هذا حقه وفق الدستور مم. حريه الضمير نفس الفصل لم ياتي الى كان بالتليفون بالهاتف, بالهاتف. وكان هنالك شيخ جالس ومذيع معروف م. قال له سؤال واحد لماذا حولت دينك من الاسلام الى المسيحيه؟ م. فاجاب مسكين الاخ قالوا هنالك اشياء لم تقنعني قطعهم مباشره قالوا كيف لم تقنعك؟ معناش عندناش حتى شيء خايب قالوا ليه ما قلتلكش خايب قلت لم تقنعني وهذا فتحول ارهابي يعني نعم دلوقتي. بذا ثم تحدثوا في شيء اخر الاخر حب يفهم قالوا هنالك الاف الديانات في العالم هم. قالوا المذيع كيف تقول هنالك الاف الاديان في العالم هنالك فقط ثلاثه اديان اليهوديه والمسيحيه والاسلام هذا جهل هذا جهل لاخر بالتاريخ الآخر المتحول دينيا قال له لا هنالك قالوا اه تقصد من يعبدون البقر والخنفوسات تعتبرها أديان هذه ليست أديان اذا اذا النخب التي تـ 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 لها زائفة. سمحني سيندر. زائفة. لا،, لا ولكن لها ولكن لها اثر لها سلطه الراي وهذا خطير وهذا جدا. خطير حينما مقابل الجامعين محت... مثل الـ... ام الزين نعم. مثلا التي ليس لها ذلك الصوت الـ الـ وغيرها كثير نعم. ممن لهم الأدوات لإيصال الأفكار التي تدافع عنها في الجهة المقابلة مم. بطبيعة الحال سنصل إلى وضع معين وهو أن المقدس إما أن يكون إسلاميا أو لا يكون في مجتمعنا وهذا خطير, وهذا خطير وهذا ويؤدي وهذا إلى العنف السلوك الإرهابي آه... طبعاً توا يظهر لي باش ناكلوا الموضوع الثاني. الثاني على الفن نعملوا آه... الفن ونعطي هنا نحب نعطيك الكلمه يبدو انه آه... المقدس الجمالي نتحدث قليلاً طبعاً, طبعاً أنت تبشرين كغيرك من المبشرين السابقين في الثقافة في المعرفة الجمالية بأن الفن هو خلاص نعم يشكل خلاصاً من عدم ربما حتى إدراك أو تمثل فكرة المقدس نعم. في شروطه التاريخيه والحضاريه وغيرها. وهناك من يقول صراحه في الفكر الغربي ذاته ذاته أن الفن بامكانه ان يكون دينا. نعم الفن له قداسه. اذكر على سبيل الرومانسيين اذكر على سبيل المثال ديانة الفن عند الرومانسيين لا نعطيك قولها انت ما نحبش نقول انا شكون اللي قال في الفنانين؟ مثلا تجي تلقى مثلا كيندنسكي نعم. وما أدراك فنان. رسام كبير. كبير. آه روسي. نعم. ولا ألماني. نعم. من مؤسسي الباوهاوس له كتاب يعني أتوميك. يعني نعم. كتاب ذري مميز جداً. يقول فيه على فكرة الحاجة الفن هو حاجة داخلية. نعم. إحنا لما ناخذ لا لما ناخذ هذه الفكرة حد ذاتها ونطبقها حتى في تعاملنا مع الدين والتدين نجد هذه الحاجة الداخلية وبالتالي في أن الفن. يمكن أن يكون نوعاً أو امتداداً أو ربما محاكاة ربما لهذا المقدس الديني وبالتالي فإن ممارسة الفن تمثل خلاصاً كمن يمارس العباده تاوي اكثر من ذلك بحتيك. اكثر من ذلك العلاقه بين الفن والدين هي. والفن والمقدس وانا اشتغلت عليها كثيرا في كتابي هذا هي. او في كتاب الفن في زمن الارهاب لان هذوما زوز كتب يعني تنجم مكملين لبعضهم القسم الاول وقسم الثاني مكملين لبعضهم وكلهم كانوا معناها انطلقوا من الحادثه تدمير متحف الموصل وتدمير الفن والعبدلية وكل الصدام هي. 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 اللي وقع الدموي بين نعم ب... لحبيت نقوله هنا هو أن العلاقة ما بيناتهم علاقة هامة جدا بل حميمة جدا لأن المقدس ولد في أحضان الفن يعني لو ولد. رجع ولد في أحضان فلو م. رجعنا إلى التراجيديا اليونانية التراجيديا اليونانية هي في نفس الوقت فن ومقدس يعني من يحكي عن أسطورة خلق العالم والآلهة وما إلى ذلك هو الشاعر الكبير هوبيروس في الإلياذة والأوديسة والإلياذة والأوديسة كانت تمثل بالنسبة لهم كما يمثل لنا نحن القرآن نصا مقدسا تلك هي مقدسات بلاد اليونان يعني المؤرخ والمفكر ينبغي أن يضع الفكرة دائما في سياق مم. التاريخ وإلا بقي جاهلا يعني معم. يقول لك احنا برك ويسكر على روح الفكرة الثانية هو أنه ظهرت العلاقة بين الفن والمقدس في القرن التاسع عشر مع الرومانسيين مم. مع الرومانسيين فما فترة معناها كلمة هي يقولها الفيلسوف الكبير هيجل ديانة الفن كانوا يتكلمون هولدرلين هيجل الاول ولي دو فرير شليغل شيلينغ هذوما فلاسفه عمالقه تكلموا عن ديانة الفن وهذا اسمه المنعرج السردي للحداثة. أنا أرخت للفن والمقدس من جهة المنعرج السردي وليس من جهة المنعرج التنويري على ظهر الحداثة أنا كتبت الكثير في بلادنا وفي البلاد العربية لا يعرفون من الحداثة إلى الوجه التنوير أيه. للحداثة وفي سعي ترموا عليهم اللاهوتيين ويقولوا ما التنوير ماذا أنجب أنجب الاستعمار لنا وأنجب الفاشية والنازية وهم بيدهم الغرب ما بعد الحداثة وهذا الكل الديسكور كله مغالطات كله مغالطات هذا موضوع, هذا وحده موضوع, موضوع كبير مفهوم الحداثة ثم من عرج سردي اخر للحداثة يمكن نحن ان نجد فيه مكاننا مم. يعني اليست ثقافتنا كلها ثقافة سردية أليس النص القرآني الجميل هو نص إبداعي؟ أليس نصاً إبداعياً مطلقاً؟ لا وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك، وأنتِ تشيرين لكو لابارت يقول هو أدب مطلق، أيه يحكي على الأدب المطلق، أي ليس القرآن يعني فيه نص أدبي لا مطلق، لا سمحني أليس نصاً إبداعياً؟ سامحني لو نعم عندنا فعلاً عندنا بلاصة وهذا نعم لابد أن نذكره نعم نعم خليني نواصل دي فكرتي ديما تقطعني التصوف دي نذكرك <تصوف> مش ما تنساش التصوف <تصوف> الاسلامي التصوف الاسلامي اي ما عندك التصوف التصوف اهم حاجه <تصوف> نعم هذيك اللحظه اساسيه جدا م. طبعا واليوم ثم عوده كبيره له للتصوف م. ودارسين وباحثين وحتى معتنقين للتصوف م. يا سيدي ثم نوع من رده الفعل على التدين الراديكالي والعنيف ثم ناس ولات متصوفه باهي خارق العادة كل واحد وطريقه لهم حرية المعتقد وحرية الطريق هذه عناصر أساسية اليوم أيضا هذا المنعرج الأدبي الكبير للفلسفة اليوم روني جيرار يقول لك الأدب هو الوجه المشرق من الكارثة نحن سقطنا في كارثة في عولمة الاكتئاب والسلع نحن انحدرنا إلى عالم كله إرهاب من هنا وهناك الارهاب الصهيوني ولا الارهاب الدوله الامريكيه ولا الارهاب و... الاسلام الراديكالي هي. المعاصر كل ادورنو يقول نعم. الشعور الفن, قساوت عن عن هو يقول الفن هو اعتذار على قساوة هو ادورنو يقول الفن هو اعتذار عن قساوة العالم صحيح. دونك هذا المقدس الجمالي انه بالفن يمكن لنا ان نخفف ربما نلطف نلطف هذا, نعم. هذا الاكتئاب المعولم الذي سقطنا فيه تحت راية هذه العودات العنيفة لكل اشكال الديانات المتطرفه ومش الـ يعني ليكرون موجود فقط على الاسلام هنا الراديكالي لا العنيف ثم عودات النازيه ثم عودات ثم عودات يمينيه متطرفه كل الخطابات الهوويه كل الخطابات المتطرفه معاك ما عادش عندنا وقت ما يسالش الفن امل او رجاء الفن امل الفن م. امل في مستقبل افضل لماذا لان الرجاء يبقى في مكانه ايضا نحن سباحة تلميذ طالبة ان نقري فيهم في مساله المقدس تقول لي مدام يا اخي المستقبل والاخره هم حاجه واحده فتح المسكيني يميز جيدا م. بين هذين الامرين لا ولا تقول لي نحيو الاخره ونخليوا المستقبل ما نحيو حتى شيء نحن هنا من اجل ان نثري الحياه الروحيه لشعبنا ولثقافتنا ومن اجل ان نقول فكره الله جميله جدا وينبغي الا نتركها بين ايادي الدعاة والمشعوذين ورح. 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 الله هو الهنا وصلت جميعاً. وصلت الرساله إن تقريبا انتهى الوقت تقريبا انتهى الوقت مش نعطيك تعليق تعليق فقط لا ما الم... لا م... تعليق تعليق وتفاعل آه و... هو نفضح. المساله ترتبط في علاقه الفن احنا راهو شوف الفن بالمقدس خلينا نتذكر حاجه انا كنت ما نحبش نعطي الكلمه لام او نقصلها من مداخلاتها لسبب بسيط وأنا بس اقول ذلك بسرعه لانه يعني احنا من اجل هذا الكتاب من اجل الكتاب اقمنا هذه الحلقه شكرا, شكرا من المفروض احنا نتكلم واحنا في مارينا. الكتاب, ما هو مسكين زويل لوحده نتكلم عليه لا هو السؤال اللي تطرح في الاول حول علاقه هذه الفن بالمقدس عامه والفن والدين بصوره الناعة. لا احد يعوض الاخر نحن بحاجه الى كليهما اولا ثانيا لم يكن هنالك نزاع في الاصل بين الفن والدين فهذا بصح. من ذاك وذاك مم. من صحيح وحتى نعطي هذه الامثله حتى من تراثنا نحن الذي ننتمي اليه شئنا ام ابينا ولكن شئنا, شئنا 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 مم. شئنا وينبغي ان نصحح المسارات فقط <applause> شئنا او ابينا يعني نحن <تصفيق> بالضروره يعني بالضروره ننتمي اليه نقبل عليك لا هنالك من يقول لا تراث هذا لا لا, لا لا يمكن هذا في باب المعدوم قلت حتى لو رجعنا مثلا الى مساله الخلق لا نجده صنع الانسان من فخار لا. وزين السماء الدنيا بمصابيح صحيح. وعلى احسن صورة. صوره وخلق الانسان على صورته وكل صور هذا جماليه في صور هذا في, قلب في, في... هذا أي. في الحقل أي. الاشكال أي. م الاشكال حين اصبح كلاهما يحاول الصراع على امتلاك الحقيقه وعلى امتلاك المطلق ومن يعد ومن يضفي المعنى على هذه الوجود وهذه الحياه عن طريق مأسسه هذه الدين الذي اصبحت من يريد احتكار الدين ان يمتلك تلك الحقيقه صح. فاصبحت المركزيه واطلاق المعنى وربما العداء هذا للفن بدا حتى مع افلاطون صحيح. الذي اطرد مم. الفنانين من مدينته الفاضله وبدا مع تورتوليان الفن وسانت أوجستان نعم. وحتى في هندسه الكنائس كانت الصور والتماثيل توضع في الاماكن المظلمه صحيح. التي لا تصلها نور النور من اللي الشبابيك اللي العاليه أوه. والواسعه. ولك بودلير ابتهج لرسم الجموع؟ ونفس الشيء، <applause> ونفس الشيء <applause> مع اليهودية، ونفس الشيء مع المسيحية، ونفس الشيء مع الإسلام كما تم تمثله واحتكاره. لذلك واضح فإنه يمكننا أن نعبر عن حقائقنا، عن أرواحنا بالفن، بالدين، بغيره، المهم أن يكون إنتماءً جميلاً وضح. للعالم، واضح واضح انتماءً شكرا سلمياً شكراً من دون عنف. شكرا جزيلاً. <applause> آه الفن, الفن والمقدس، الفن آه والمقدس نحو إنتماء جمالي للعالم، للدكتورة آه آه الدكتورة أم الزين بن شيخة المسكيني، آه كتاب ما وراء الرومنطيقية، هذا الكتاب مرجعي. في ادراك فهم الحداثه، هذا السيد شارل بودلير هو, هو الذي ابتكر بودلار. هو الذي وقع المفهوم شارل بودلير ونحب نذكر ترجمه عن الفرنسيه لكاظم جهاد وام الزين بن شيخه المسكيني، واذكر بكتاب فتحي المسكيني هذا كتاب مميز لازم واحد يقراه الهجره الى الانسانيه وادعو ان شاء الله فتحي المسكيني الجيمهوريتين والكتاب الجيمهوريتين الذي بعده الايمان الحر والايمان الحر هذا موضوع يطول نادر الحمامي اذكر بكتابك ايضا صوره الصحابي في كتب الحديث صادر عن المركز الثقافي العربي ومؤسسه مؤمنون بلا حدود هذا فيما يتعلق بموضوعنا هذا كتاب بالفرنسيه فيليب <applause> <applause> نيمو <applause> استيتيك دو لا ليبرتي بريس دو كتاب مرجعي فيما يتعلق بالجماليات وعلاقتها بالحريه لان الجماليات غير منفصله عن المجتمع وعن السياسه واذكر بهذا الكتاب او الناس تشتغل على رواية آه داعش آه. لو آه. لوي كاموليز داعش لو الى مور صدر عن دار فيردي هذوما أقرب ربما من موضوعنا نحب نذكر ببعض الاصدارات روايه آه آم روايه آم عين الحمام عين الحمام عن دار مسكلياني للاعلامي والروائي ماهر عبد الرحمن ونذكر برواية شكري المبخوت مرآة الخاسر رواية شكري المبخوت في الشعر عندنا زوز نصوص نحب نعرف بهم خالد الرداوي خالد الرداوي هذا يعني ديوان شعري المتضائل عن دار ديار يستأهل هذا الديوان الشعري القراءة وأذكر أيضا بديوان الهادي دانيال هادي دانيال يأتي, الذي كان الذي كان إن شاء الله ستعاود الهادي دانيال يوما آه ما يوما ما أسمع يوما ما يوما آه ما هذا الكلام يوما ما كيف قلت لي سنة <applause> يوماً بطرس يوما, زي يوماً, زي. يوماً ما إيش تحب يوم. نحب يوما ما لجوليا بطرس <applause> يوما ما إلى جوليا بطرس